طبعا الأموال زايدة ومعروفة ومتداولة في أوساط السياسيين أن هناك مال يضخ بالملايين في دائرتك، لذلك بجميع الدوائر الخطة مرسومة لجميع الدوائر لإيجاد أشخاص معينين يمثلون يعني دائرة محددة. لذلك ما يصدقون نزول بيان من وزارة الداخلية تحذر من ذلك، وخط ساخن موجود للبلاغ عن هذه الممارسات الشاذة. ما الرسالة التي توجهها إلى الناخبين في الانتخابات القادمة؟ الناخبين مسؤولين اليوم عن الاختيار الصحيح، لذلك التقاعس أو الاختيار الغير يعني موفق سوف يولد عندنا مجلس من المجالس الشاذة التي أحدثت قوانين معينة لإقصاء سياسيين، لسحب جناسي في ظلها، لغيرها من القوانين التي يعني نقضناها في مجلس 2016. في الانتخابات الماضية دعمت العم أحمد سعدون بتزكيته لرئاسة المجلس ونائب الرئيس محمد المطير، هل ستجدد الدعم لأحمد سعدون ومحمد المطير لجلوس معودتهم على سدة الرئاسة؟ أنا أيضا أدعو لأن لا يكون هناك تصويت على مثل هذه على المناصب بالذات، الرئيس ونائب الرئيس والمراقب وأمين السر، وأن تكون بالتزكية حتى لا يعني يحدث هناك خلاف وشقاق بين الإخوة، وربما يكون هناك وجود فئة ثانية تريد إثارة الخلاف.